عدنا رجعنا لكم، نعتذر عن هذا الخلل التقني، نعاود نقولوا الوصفات ديالنا. الوغ عندنا رفيس قسمطيني، واش فيه؟ فيه 3 كيلات سميد متوسط، فيه كيلة ليدام، هذا ليدام خليط ما بين مارغارين وسمن، واني حنكملوا بالزيت. فوالا قلت لكم كاين اللي يدير غير الزيت، كاين اللي يدير السمن وشويه زيت، انا ندير خليط سمن وزيت ومارغارين، كاين اللي يدير زبده حره يذوبها ينحيل هذاك الحليب اللي فيها ويخدم بها يولي لكم. الوغ لهنايا عندي 3 سميد، كيلة تاع ليدام خليط سمن ومارغارين، عندنا اللي هنايا قرصة ملح، ندير ملعقة صغيرة تاع السكر باش يعطيني هكا تحميرة، نجيب الملح، قلت لكم ندير ملعقة تاع سكر، علاش ندير السكر؟ باش يعطيني هذيك التحميرة خفيفة، راهو رايح يطيب لي ليه ليه رفيس، نعرفوا رفيس شوية شغل صامت في الطياب، لأنه لازم يتحمرنا تخي تخي بيان باش نتحصلوا على رفيس بنين، فوالا. عندي لهنا 3 كيلات سميد غربلتهم، اونسي جامي يكون هذاك الرقيق اللي كيما الفارينة نحيوه، هذاك كي تكونوا حديروا مقروط ولا دائما غربلوا السميد، باش نتحصل غير على الحبة هذيك المتوسطة. فوالا، ندير قرصة تاع الملح. فوالا، قرصة هكا فرق، بون ماشي قرصة، أنا الكيلة درت قليلة، دونك مانيش حنكثر الملح باش ما يجينيش صامت. وما يجينيش مالح بيان سور، لانه حاجه حلوه لازم نديروا لها هذاك الشويه تاع الملح باش تجيني معتدله في الذوق. فوالا، قلت لكم لهنا ندير حوالي واحد الملعقه سكر، كمان الكيله قليله لانني خدمتو رفيس ديجا وجبتو، راني حندير واحد الملعقه بك تاع السكر باش مدلي تحميره، كاين اللي ما يديرهاش، لكن انا نديرها باش يطيب لي ليه ليه. فوالا، نخلط هكايا، نجيب المزهر، بون اللي عندهم ما مزهر مقطر كاين اللي يديروه هنايا وكاين اللي كيكونوا يفوروا فيه يديروا، انا درت مزهر عادي اللي عندنا كامل يتباع في الاسواق، واللي عنده بيان سور حاجه مليحه يديرها. فوالا، نبس السرفيس ديالي، فوالا نبسو مليح. واش معناتها نبسس؟ نحاول نغلف الحبه تاع السميد مليح باليدام، قرصه ملح، السكر والسميد وليدام بيان سور. ليدام تحبوا ديروا سمن وتقعد هكا شويه تكملوها زيت، لكن هي لا بلوبار يلحقوا للنص تاع السمن ويكملوها بالزيت، تحبوا ديروه غير بالزيت، اللي يتباع في الاسواق انا قالوا لي ديروه غير بالزيت اي جو سي با. حنايا لهنايا نديروا شويه مارغارين شويه سمن شويه تاع الزيت. واش ندير؟ شوفوا نبسس هكايا ونقعد نحكم مليح حتى يبيض لي هذا الخليط. شوفوا لهنا الحكان ما تعجزوش، تقعدوا تحكوا 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 حتى تترمل لكم مليح هذا السميد ويدخل هذاك السمن في الحبه تاع السميد. درت لهنا شويه تاع الملح ودرت شويه سكر، السكر لهنا تقدروا تستغناو عليه لانه كاين ما يديروش، كاين اللي في الوصفه هذه يديروا شويه لا ليفور باش يجيهم شغل خفيف، انايا الوصفه نهار وليت نديرها ما نديرولهاش لا ليفور. دوك الا ديروا نتوما لا ليفور تقدروا ديروا هكا مثلا هذه الكميه قليله، ديروا واحد نص ساشي ولا هكا رشه باش يمد خفه، ولا ليفور ثاني كما نعرفوها تمد الخفه وتمد الحموريه للسميد ديالنا. شوفوا لهنايا هذه الطريقه اللي نحك بها هكا السميد، نقعد واحد 10 دقائق وانا نحك 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 حتى تحسوا لا كولور تاع السميد ديالكم تبدلت في يديكم، لهنا حتى السميد يطلق شغل الماء ديالو باش تحبسوا الحكان، وبعد نلموه بالمزهر. فوالا، لموه ما عندوش شغل كي يتلم به، غير يتلم لنا هذاك السميد نحبسوا. فوالا، لانه هذا ومن بعد شغل ما نخافوش راهو رايح يتحل، ولا انا راح نديروه في بلاطو ومن بعد نكسروه، دونك ما نخافوش زعما لا كان بسس بزاف ولا اون سي جامي زعما نخافو تخسر لنا الوصفه، هذا راهو رايح يطيب في السنيور. هذا يسموه رفيس قسمطيني، جو سي با كل واحد كيفاش يسميه، مي على باز هو رفيس، مي حنا كوم شغل والفنا نسموه رفيس قسمطيني. علاش نقولو قسمطينو؟ قسمطيني عفوا باش نديرو لا ديفيرونس ما بين الرفيس ورفيس الشرقي ولا. فوالا، ناخدو اول اتصال نهار اليوم. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء النور، صافي شاف مديك صافا وانت يا بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ام امل من شلف. شوفي شلف سمعتها بصح الاسم ما سمعتوش. ام امل. ام امل؟ ايه. الله يبارك اسمها شباب، مرحبا بك. يسلمك. واش راكي؟ لاباس الحمد لله، عندي بزاف وانا نحاول نعيط ما حكمتكمش. الحمد لله هاكي حكمتينا اليوم. ايه واش راكي شاف مديك؟ صافا وانت يا بخير؟ تراي تومية واش راهي إكرام ولا غير لاباس يسقسي عليك الخير، يسلمك تعيشي يسقسي عليك الخير. ايه بغيت نسقسيك شاف تفضلي. ايه المقروض كي نديرو ديما شغل داك التمر كي نبدا نقلي فيه ولا ينحرق لي؟ ينحرق لك غير من برا ولا حتى لداخل؟
لا لا ماشي لداخل، من برا. شوفي من برا شغل هي يتحرق يتحرق، لانه شغل هذيك السخانه تاع الاخر مكمل تمره وحلو، شغل مع السخانه تاع الزيت يتحرق لنا، شغل تحسي ديك الجهه يابسه. صح هي إيه؟ الصح في الداخل ما يكونش محروق. ايه يا صح صح، هي لا برا ينحرق لي. هي من برا ينحرق لانه التمر راهو شغل حلو، ومع السخانه داك تاع الزيت شغل يتحرق شويه. سي بوغ سا يواسيلك، وراكي تخليه يطول بزاف في الطياب، سي بوغ سا يبسلك من لي كوتي. ايه صح، ماشي دوك المقروط كي نقولوا شغل لازم يطيب على نار قليله، ماشي لازم يطول ثاني بزاف في الزيت. ايه فوالا هذه هي. ايه صحيتي. هذا واش عندك سؤال؟ ايه هذا نقول لك راكم في القمه، يعيشكم الصحه، راكم كاسكين وموفيين. شكرا. كما نقول لك معليش اهداء صغير صغير صغير، نهدي اهداء صغير لبناتي امل سجود قمر، ربي يحفظهم لك. ايه وزوجي العزيز ربي يخليهم لك ان شاء الله. امين. شكرا لك صحه. هلا لهنايا شوفوا بسستو مليح بيدي، هي نورمالمون كثر وانا نبسس فيه واحد ربع ساعه 10 دقائق حتى تشوفوا الحبه تاع السميد شغل انتلقت، هذاك السمنت دخل فيها تري تري بيان. نبدا نلم فيه بالمزهر، شفتوني كي كنت نلم دوكا كنت نلم غير بصبعتي قسمه تلم لي هكا العجينه ونحبس الماء والمزهر. انا درت غير مزهر ما نديرش ماء ومزهر، لانه شو المزهر تاع دوكا ما راهوش كونسونطري. تحبوا تزيدوا عطر المزهر، تحبوا ديروا مزهر مقطر، هذا يولي لي واش عندكم نتوما في الدار. كي تتلم لي هكا العجينه ديالي نحبس المزهر، واش ندير؟ نجيب سنيوه لهنا، انا خيرت سنيوه على حساب السميد. لهنايا ما لازمش يكون خشين هكا 1 سنتيمتر باش طيب لكم العجينه لداخل ما تجيكمش معجنه. هلا نحاول نحل هاد العجينه كامل هنايا في هاد لو بلاطو. هنايا ماشي لازم تحصل على العجينه خشينه ولا او كونترير، قد ما تكون قل 1 سنتيمتر ولا اقل قد ما مليح ليا. علاش؟ باش هذيك العجينه طيب لي ما تقعدليش هكا خشينه يقعد في الداخل ما يطيبش. نعرفوا السميد شويه صعيب، لو كان ما يطيبش يقدر يضر في ليستوما. فوالا نلم كامل هذا الخليط، هذه نخلوها من نستعملوها في الوصفه الثانيه. فوالا سا ديرونج با، هذه شي فهنا. فوالا نحاول نحل هذا الخليط هذايا تاع الرفيس، هذه شغل كسره كيما نقولوا. انا راح نطيبوها بعد نفتوها ونغربلوها، هي اللي حنخدموا بها الرفيس ديالنا. الرفيس واش فيه؟ فيه 3 كيلات سميد، فيه كيله ليدام خليط ما بين سمن ومارغارين وزيت. تحبوا ديروا غير سمن وزيت، مارغارين وزيت انا جامي جربت مارغارين وزيت. ليسونسييل انا نحب هذيك البنه تاع السمن ونعطوا لها البسوس هذاك تاع الزيت، لانه الزيت يحمر ويبسس. فوالا شوفوا راني نحل في الخليط تاعي غير بالعقل، مشيتو كامل في السنيوه. نحاول نسقم له شويه الوجه تاعو، مع انه ما يهمش شغل نسقم له الوجه تاعو لانه راهو رايح شغل من بعد راح نفتوه هدايا. انا واش ندير؟ دائما نحاول نسقم بالكوبات. فوالا الكوبات راهي رايحه تعاونكم تسقم لكم الخليط هدايا من الفوق. فوالا شوفوا لهنايا ابوبخي واحد الواحد سنتيمتر، ما لازمش يكون خشين. السميد ننصحكم ديروه متوسط وغربلوه، ما تشروش داك المتوسط اللي نديرو به الكسره، متوسط لي شويه خشين عليه باش يجيكم الوصفه مبسه، لانه كان يكون رقيق السميد راهو رايح يجيكم الرفيس هدايا معجن. فوالا لهنا الكسره تاع عفوا نقصها هنايا، الكسره تاع الرفيس تاعي راهي واجده. شوفوا ما ديروش كيما درت انايا، تقعدوا واحد 10 دقائق وانتم تحكوا فيه بلي بهذاك ليدام حتى يتبسس لكم تري تري بيان. بعد ما تبسوه تري تري بيان باش تلموه بالماء والمزهر، واش نديرو؟ نجيبوه موس هكايا ونقطعوه ديكا غير نورمال. قلت لكم هذا راهو رايح يتفتت، شغل ما تبازيوش عليه، لازم يجي شباب ولا دوك كي نقطع نوري لكم. قطعها هكا بك على ثلاثه ولا هالا هاي ليك. واش ندير؟ نجيب اون فورشه تاني ونتقب باش ما يطلعليش في الوسط، ونديروه يطيب. يطيب على درجه حراره عاليه ويكون الفوغ سخون باش يطيب لي، لانه السميد واعر يقدر يطيب لكم من الفوق ومن تحت ومن الداخل يقعد معجن. دونك انا سخنت الفوغ تاعي تري تري بيان، واني حندير الرفيس ديالي يطيب اون ميم طون. نرفدو نستقبلوا الاتصال. الو الو، مساء الخير. مساء النور. كيفك يا اخت ناديه؟ صافا وانت يا بخير؟ لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله. نبغيكم ونموت عليكم وتوجور نسبحكم. الله يسلمك ربي يحفظك، مين حنا نحبوكم. الله يسلمك، يعيشك طومية إكرام. يسلمك تعيشي. منين ما قلتي ليش وشكون؟ منى من وهران.
مرحبا بناس وهران، اليوم أول الغرب حاكم المونوبول خيار الناس. يسلمك ربي يخليك، راكم منورين الشاشة ورانا يعيشك. شكرا. يسلمك ربي يحفظك، ربي يخليكم لينا إن شاء الله. آمين. متتبعين أوفياء إن شاء الله يا ربي. آمين. قولي لك شما عندك طالب، شما كي حابة نديرو؟ والله في خاطري غير بقلاوة وتعاودوها لنا ديروها لنا ما تبعتيهاش، درتها أنا، دارتها بشرى. شوفي انا بغيت هذيك تاع الوراقي تاع الديول هذوك. نعم واش بغيتي؟ هذيك تاع الوراقي تاع الديول تاع الفيلو. واه هذيك بغيتها ان شاء الله نحاولوا نديروها، مع انه شبونس داروها تاع الفيلو. واه ما شفتهاش خطا الفات كي داروها. اه داكوغ، ان شاء الله نحاولوا نديروها، يا انا يا اللي شاف الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا ربي يحفظك. الله يعطيك الصحه، ربي يحفظك انت ثاني. تعيشي بزاف على الشاف سميه. على سميه يوصل يسال عليك الخير. تعيشي. شكرا بسلامه. هلا رفيس تاعنا درناه طيب، قلت لكم لو فوغ يكون سخون، بون يبان لي بزاف شاعل، يكون مسخن جدا باش يطيب لنا هذاك السميد وما يتحرقناش. نغسلو شويه. هلا شوفوا الا الفوغ تاعكم يشعل الكويزينيغ تشعل من تحتها والفوق، شعلوا لتحتا كي يطيب تري تري بيان، تشوفوا لي بوردور حمار وشعلوا له من الفوق يكمل يطيب. والا كيما انا يشعل الفوق والتحت، انا شعلته الفوق والتحت وشعلته فونتيلي. هلا بون الماء مازال باش نديرو حتى من بعد باش نبدا نفور السميد ديالي. جو ديباغاس شويه هادو ماما، ونروحوا للوصفه تاع المقروط. هادو المقروط ورفيس شغل يحبوا الوقت، لانه لازم تبسوهم تري تري بيان كيما المقروط لازم يبات. نتوما خدموا في غردكم لهنايا، لازم تبسوه، راني ناكد ونعاود، لازم تبسوه تري تري بيان حتى تحسوه شغل تلق الماء ديالو، تحسوه الخليط ابيض تما تحبسوه. كاين اللي كي تكون عندهم كونتيتي يديروه في لو بيترين، يخدموه بلو بلوكا ماشي بالكروشي وماشي بالفوي باش يتبسس لكم تري تري بيان. انا كوم كميه قليله وما عنديش الوقت، بسستو هكا ابان برك ودرتو ايطيب. فوالا نروحوا للوصفه تاع المقروط، ومن بعد نكملوا الوصفه تاع الرفيس ديالنا، نقول لكم واش فيها لداخل. هلا نجيو لهنايا للمقروط. هذا المقروط قلت لكم كانت جارتي احلام ربي يحفظها جابته لي في العيد، جابت لي قالت لي نهار تحبي نعطيك هذه الوصفه، هي تخدمها كانت تخدمها مشاريع بكري. قالت لي شغل مدابيا الناس، قالت لي جامي شفت وحده دارته، قالت لي مدابيا الناس يستفادوا منه، يحبوا يخدموا، يحبوا يديروه ليهم للعيد ولا الوغ. انا خممت فيكم كي قرب العيد، قلت ندير لكم هذه الوصفه لانه ما بقاش للعيد ان شاء الله نكونوا ملحيين، نوجدوا هكا وصفه تاع معسل ولا دوك كل واحد واش يحب يدير غاطو في العيد. انا يا نحب لي غاطو ساك، وكاين اللي يقول لك لازم المعسل في العيد الكبير، دونك سي ديغو. حنا ندير لكم دي غاطو، نتوما خيروا واش يساعدكم. هلا لهنايا واش عندي؟ عندي زوج كيلات تاع السميد في الخشين ماشي متوسط، هذاك المتوسط درته للرفيس. لهنايا عندي الخشين، روحوا شروا الخشين، قولوا له عطينا الخشين ولا دي باكي. انا استعملت باكي شروه فوالا، هاكو تحسوه باللي خشين، وغربلت ونحيت له هذاك الرقيق كامل. كي تكونوا حتستعملوا مقروط ولا رفيس دائما غربلوه، لانه تلقاو هذاك السميد الرقيق كامل شغل فارينه، هذاك اللي تنحوه، هذاك يقدر يخسر لكم الوصفه. هلا شوفوا لهنايا حندير لكم برك باش تشوفوا معايا، انا استعملت هذه الكيله لانه راني مشمخاته ديجا من قبل. هلا نوري لكم كيفاش درتها بومبي. زوج كيلات سميد مع كيله تاع فارينه بومبي. شوفوا الكيله لازم تكون فريمون بومبي حتى تسيح. هاكو تشوفوا، شوفوا شحال درتها مقبه ولا بومبي ولا كل واحد كيفاش يعيط لها. هلا زوج كيلات بومبي، تحبوا ديروا بالكاس، تحبوا بالبول، تحبوا كميه كبيره يتولي ليكم نتوما، تحبوا ديروا هكا كميه صغيره باش تسييوه، يسمى لهنايا نتوما تتحكموا في الكميه. وشنو قد ما تكبروا الكميه قد ما تكثروا المقادير الاخرى. مثلا ماشي نروح ندير سميد بهدايا وندير سمن بعفسه صغيره، الكيله اللي تبداو بها تكملوا بها كامل المقادير. عندي كيله تاع فارينه بومبي، لكن بومبي ماشي كيما السميد. فوالا يسمى زوج سميد خشين وكيله تاع فارينه. فوالا ندير قرصه تاع ملح، الملح هادو في المقروط ولا لازمين باش ما يجيناش صامت، والملح يكذب عليكم مالغري تقولوا ما درتوش ولا، الملح يبنن وفي المقروط يعاون، المقروط يحمر لنا ليه ليه ما يقعد لناش اصفر. فوالا
نخلط هادوما، عندي ملح وسميد وفرينه. شتوني كيفاش درت الكيله بومبي؟ فوالا شوفوا، نكمل انا نخلط هاد المقادير، نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نرجعوا. ولينا لكم بعد هذا الفاصل القصير، نكملوا مع الوصفه تاع المقروط. واش فيها الوصفه تاع المقروط؟ زوج كيلات تاع سميد بومبي، كيله فارينه بومبي ماشي كيما سميد. داك شتوني شحال درتو مقبب كيما نقولوا. درت القرصه تاع الملح، واش راح ندير؟ زمان ينسموا المقروط ماشي بلافاني، يديروا له شويه تاع قرفه باش يجي بنين. لي غاتو تراديسيونال فيهم بزاف القرفه، المقروط ما نديرولوش لافاني. واش فيه؟ فيه السمن، كيله تاع السمن راني حندوبها ونكملها بالزيت، ماشي كيلا كومبليس، ما نخلي واحد الصبع هكاك ناقص، ونكملو بالزيت. فوالا لهنايا قلنا عندي زوج كيلات سميد خشين وكيلا فرينه بومبي ماشي غاز. كون ديرو لا غوسيت غاز راهو رايح يتحلكم المقروط في المقله. فوالا ندوب السمن ديالي، نكيل بالكيله اللي درت فيها السميد ونكملها بالزيت. فوالا نستقبلوا اتصال ونخدموا الوصفه ديالنا ensemble. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا شيف ناديه. اهلا بك، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. معك سليمه معسكر. شوفوا معسكر راني نسمعها بصح الاسم ما سمعتش. سليمه مرحبا، خيار الناس، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. هي ولا غير لاباس؟ قصي عليك الخير، وانتم لاباس؟ لاباس، كي راهي سميه كي راهو كاع شال. ولا غير لاباس، مسلمين عليك؟ الله يسلمهم. يسلمك يعيشك. قولي لي. نشكرك بزاف بزاف على الحصه وعلى المجهودات اللي كتقدميها لنا. لا شكرا على واجبك. شما كي حابه كاش وصفه؟ راني حافظه ونجرب بزاف صوالحكم، واليوم غادي نجرب الرفيس القسنطيني ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ديروه انتم في الغرب؟ احنا نديروه خاص كيما تاعكم، احنا نديروه كيما درتي الوصفه، غير كيما نحطوه نفتوه ونغربلوه نعاودوه بالماء زهر نديروه يبخر، ومن بعد نخلوه ريبوزي نعاودوه بالحليب ونديروه يبخر، ومن بعد نديرو له اللوز الدهان الحسل. اسمه كيف كيف؟ كيف كيف. داكوغ. وتسموه رفيس تاني؟ احنا نعيطوا له رفيس تاع الغرب. ها الله يبارك. الله يبارك. وانت يا صابة كي غاية كي موتية وكفية، وعجبوني الوصفة تاعكم كاع الشيفة لهم يطيبوا لي الشيف ما شاء الله. شكرا حبيبتي، شكرا. وبلغيني بزاف سلام لسوميا، تمنيت باش نهضر معاها. يبلغ، معليش، حاول. فيك البركه، فيك البركه وتبلغي سلام. شكرا، يبارك في سلامتك، يعطيك الصحه. وانايا انا من غيريزان ومزوجه في معسكر. الله يبارك، سما ما بعدتيش بزاف. ما بعدتش بزاف. هيا خليكم وشكرا وصحيتي. يعطيك الصحه على الاتصال. شكرا، بسلامة، شكرا. فوالا نولو المقروط ديالنا. لهنايا قلنا عندي زوج كيلات بومبي، كيله فارينه، راني رايحه نبسسهم بكيله تاع السمن، نقصنا ان دوا وكملتها بالزيت. شوفوا نبسس مليح هذا الخليط كيما راكم تشوفوا، غير بيديا هكا، ما تعجنوش. سمي هذا الرفيس وهذا العفايس ما تعجنوهمش. كاين واحد الرساله سرقوها لي كنت حاطها هنايا. فوالا نحك مليح هكا بيديا، لكن هذا الخليط الاخر نخدمه ونطيبه، هذا يبات. بعد ما يبات حنتحصل على هذا الخليط، شوفوا تلقاوه شغل شرب ليدام ديالو بارابور هدايا. دونك لهنا هاد السميد تبسوه تخي تخي بيان، تغطوه وتخلوه يبات، ضروري يبات. انا نقول لكم ضروري، انه الحبه تاع السميد خشينه لازمها تتبات وتبسس مليح في هذاك السمن. انا خدمت لهنايا واحد كنت بسستو هكايا في الليل، فوالا كنت بسستو هنا في الليل وخليتو ريح، تخلوه يريح. وإلا كنتو زعما مزروبين هكا 6 سوايع 7 سوايع راهم رايحين يكفو، لكن من المستحسن يبات هاد المقروط. فوالا دونك واش ندير؟ هذا بعد ما تبسوه تغطوه وتخليوه يبات، أنا نحيه دو كوتي ونخدم باللي جبتو معايا. نضرب طلع الرفيس. فوالا الرفيس قلت لكم يحب نار سخونة باش يطيب لكم مليح من الداخل. فوالا نجيب جفنه نرجع فيها هذاك السميد اللي كنت خلطته البارح. هاوليك نعاود نحلو. فوالا لهنا كنت درت شويه تاع عطر الزبده باش يمد لي الريحه، تحبوا ما ديروش ما ديروش، لكن انا عطر الزبده نديرو في كامل لي غوسيت اللي يكونوا فيهم السمن ولا المارغارين باش يمد لي هذيك الريحه البنينه. درت رشه قرفه، رشه تاع الملح. ها
نجيب الكيلة اللي كيلت بيها السمن والسميد، واش ندير فيها؟ ندير فيها ما زهر، هلا ندير فيها عطر المزهر وندير الماء، هلا نجيب لهنا الماء. بون هذا الماء راهو سخون، من نتوما ماشي لازم يكون سخون. شوفوا نعمرها، ما منش حنديرها كامل، نرش ونشوف. هلا شوفوا بعد ما يبات تحسوه شغل نطم السميد ديالكم، عفوا نبدا نرش السميد ديالي، ما نرميش هاد الكيله كامل على مره. الا درتو كميه كبيره ما تشمخوهش على مره، قسموه ورشوا غير بشويه. هلا هلا شوفوا لهنا راني غير بصبعتي جا راني نفتل. نستقبلوا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء النور، واش راكي؟ صافا وانت يا بخير؟ والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله، راكي مليحه؟ والله غير لاباس، قصي عليك الخير. وانت يا؟ الحمد لله. ام عبد الله عندي واحد السؤال، جبل ربي ما من المشاهدين ما حابين يطرحوه نطرحوا لك. قولي لنا كيفاش تحكمينا؟ انا يا معيتكم من فيكس. داكا، قولي لهم بلي ماشي معرفه. لا لا ماشي معرفه، انا عندي الفيس وبصح نعيط ونعاود، ماشي من الضربه الاولى تعاود. فوالا الواحد شغل ما يعجزش، ماشي ما يحكمش خطره زوج يقول ما حكمتهمش. لا ماشي من الضربه الاولى، الفيس بصح لازم تعيطي وتعاودي. هذاك علاش سقسيتك صباح، سقساني واحد السيد هكا برا قال لي قولي لي بلي ليزابيل هذوك تاع الصح. قلت له والله غير تاع الصح، قلت له الناس يتصلوا يعيطوا ويحكمونا. قلت له شنو الواحد لازم يكسر راسه شويه. لا صح. واش راكي يا ام عبد الله؟ ولا غير لاباس الحمد لله. الحمد لله يا الام تاعك راهي مليحه. ولا غير لاباس، قصي عليكم الخير. الحمد لله، اليوم راكي وحدك، خلاوك وحدك. شفتي؟ معليش معليش، الغايب في حكم الله. معليش. الله يبارك الله فيك، الله وصفتك يعني ما شاء الله. انا نتبعكم يوميا. وي ام عبد الله ما كاش كيفاش ما تشوفش الوصفات ديالنا. ايه وانا الصباح كنت جبت على الشروق اليوم على الصبا الشروق. ايه من بعد قلت شوفي، قلت يا ريت نتلاقى في كاش شاف ناديه ولا شفتي. لا لا لو كان جيتي كيفاش تلاقاي بينا برا كون جيتي. ولا جيت تما، كنت تما جيت عند الدكتوره تما. نعم جيت عند الدكتوره تما الدكتوره. داكوغ لاباس عليك. ايه الله يسلمك. ومن بعد جبت على الشروق قلت يا ريت كنت نشوف ناديه، ونشوف ناديه ونشوف. والله مرحبا بك اش نهار. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قولي لي كاش ماكي حابه كاش وصفه ام عبد الله؟ والله يعطيك الصحه شاف ناديه، كل شيء اللي كنا حابينه راكي ديري. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يعطيك الصحه بارك الله فيك. يسلمك ربي يخليكم لينا ويخلينا ليكم ان شاء الله. امين امين امين. ما حنا نحبوكم. حنا نحبوكم والله، نحبوكم نحبوا نعيطوا لكم. يعيشك يعيشك. يعطيك الصحة الأم تاعك، سلمي عليها. يسلمك تعيشي، يعطيك الصحة أم عبد الله. الله يسلمك. شكرا على الاتصال الرائع. يعاونك نادية. يعطيك الصحة. شكرا. هلا ندير الماء لهنا يسخن، نبدا نفور في الرفيس اللي عندي واجد. لو طون يطيب هذاك نقول لكم كيفاش نديروه. المقروط كنت نرش فيه بالماء والماء زهر، كي شتو تلم لي شتوني غير نفتل ما تلموش هكا يتعجن. ومن بعد نوري لكم واحد الحركه ديروها لهم باش يجي شغل، هذا يجي المقروط شغل معسل، شغل ماشي مرمل. كي تكونوا تاكلوا الغرس والسميد شغل يدخلوا في بعضهم بعد. فوالا ندير لهنايا الماء يسخن، بلوتو الماء يغلي باش نفورو السمي الرفيس ديالنا. فوالا الرفيس لهنا راهو قريب يطيب لانه زدتلو في النار. بون نتوما مش تزيدولو تزيدولو، انا زدتلو على جال الوقت باش يطيب. حبيتكم تشوفوه كيفاش يطيب، انه نقدر نجيبو مرحي ونفوره لكم، لكن لازم تعرفوا كيفاش راهم يخدموا هذاك الرفيس. ما بقالوش بزاف. فوالا نزيدلو شويه للنار على غالب الوقت. نجيب هذا المقروط منا، هذا يبات باش غدوه من داك ترشوه. هاني ناكد هذه الوصفه تاع المقروط لازم يبات. فوالا ما تنساوش القرصه تاع الملح والقرفه، ما ديرولوش لافاني ديرولو القرفه، وفي المزهر ديروا عطر المزهر. فوالا
لهنا نجيب الرفيس ديالي هذاك اللي درته قدامكم قبيل اللي نسموه كسره ولا رفيس ولا جوزيبا. بعد ما يطيب نكرازيوه نكسروه ونرحيوه ونغربلوه. كي نغربلوه حنتحصلوا على هاد الخليط الخشين نزيدو نرحوه. زمان كانوا يكسروه شغل هكا بالمهرز ويقعدوا يغربلوه فيه، بصح دوكا كاين تاويل شغل في الغوبو يرحيوه يغربلوه. الرقيق يخدموا بها كرفيس، هذيك اللي يخرج لهم خشين يعاودوا يرحوه ويزيدوا يغربلوه حتى يتحصلوا على هاد الخليط. انا لازم يطيب لي هذاك الخليط باش نوري لكم كيفاش رحيته وكيفاش رديته هكا. هالا تم واحد الريحه فيه ولازم يطيب هكا احمر يشهي، ما يطيب الرفيس ما يطيبش صفر. كاين اللي يطيبوا هكا شويه صفر لكن انا عجبني كي يطيب حمامر هكا. هالا واش ندير؟ نجيب الحليب ونبدا نرش فيه غير بالعقل. التشماخ الاول يكون بالحليب. هالا نشمخ ونشوف. دوك نعطي لكم بيتي تاسيوس. انا تاني كنت الرفيس نخافو لانه كنت غلطو تشمخوه بزاف ولا تحسوه شغل معجن بزاف، دونك واش وليت ندير شغل درت اسيوس هكا على روحي نكون نشمخ وندوق. كي تشمخ هذيك الحبه تحسوها تشمخت شويه تحبسوا لها ديجا مام الخليط مع الاول تحسوه ناشف، كي تبداو ترفدوا فيه يبدا يتقالب هذاك الحليب. هالا واحد الريحه يطلع منه تاع المزهر. هالا شيفه تاكدي لنا. هالا انا من عشاق الرفيس. نكمل نشمخ هكا، مي ماشي نشمخو شغل حتى يخرج عقلو بالحليب، نشمخو نخليه يضربو شويه الهواء يشرب هذاك الحليب باش نفورو التفويره الاولى. هنا هاني غير بيديا شوفو باش ما يتعجنش شغل نعاود نرملو كيما كان. شتوه من قبل كان مزربع، دوكا تاني راني معاه غير هكا بصبعتي باش يجيني مزربع. هالا عندي هاد الجهه اللي انا حسيتها ما تشمختش، قلتكم تحسوه تقال ولا كي تكونوا هكا تشمخوا فيه مع الاول ذوقوه تحسوه شغل يغزغز ماشي طايب، ومن بعد كي تشمخوه بالحليب تعضوا الحبه تحسوها طرات بهذاك الحليب. فوالا فوالا غير هكا بالعقل ونشوف. شوفوا راه ما تعجنيش انا مخلياته راهو مزربع. فوالا ندوق هكا يا برك الحبه شغل يبدات تتشمخ لي شويه بالحليب، مي مازالت مخصوصه نقدر نزيد شويه. ما تشمخوهش ثاني بزاف لانه مازالت نشمخوه المره الثانيه بالمزهر. فوالا نخليه هكايا يشرب شويه هذا الحليب، نفورو التفويره الاولى، بعد ما يفور التفويره الاولى نزيد نشمخو بالمزهر. فوالا هنا مانيش راح نزيد الحليب لانه تحسوا شغل ثقال ومام يتلم لكم شويه بارابور مقبل ما كانش يتلم، بصح دوكا راهو يتلم. شوف ماشي يتلم يتلم عجينه لانه ما لازمش نتحصلوا عليه معجن، نخلوه يريح شويه ديجا وبدا ينشف ونفوروه. هذا الخليط كنت طيبته قدامكم فيه 3 كيلات سميد متوسط، كيلة خليط ما بين سمن ومارغرين وزيت وقرصه ملح ملعقه صغيره تاع سكر، وبسستهم بهذيك الكيله تاع ليدام ولميتهم بالمزهر قرصتهم ودرتهم يطيبوا في ان بلاطو. لازم يطيبوا لي حمامرين بيان. فوالا ديجا بدا يشرب. شوفوا لهنا تمتم شي زعما لازم له نص ساعه ولا يقعد يشرب، الا عندكم الوقت خلوه يشرب هكا في غردو الحليب ومن بعد فوروه. ما عندكمش الوقت تقدروا غير هكا خمس دقائق ولا قسمة ما يشرب. شوفوا كش راهو مزربع ما لازمش تحصلوا على خليط معجن. فوالا نخليه واحد الخمس دقائق. هلا عجبتني الصورة، يعطيكم الصحة كامل اللي كيف مع هذا المخرج الرائع أحمد بخليلي. فوالا نولي المقروط تاعي نشوفي لا تشرب الكيلة ما كملتهالوش تاع المقروط. المقروط فيه زوج كيلات تاع سميد خشين، كيلة فارينة واللي كيلة شفتهم كيفاش مقبين بومبي حتى ولاو يفيدولي، قرصة ملح قرصة قرفة وليدام سمن وكملت بالزيت ولميته بالماء والمزهر ودرت له عطر المزهر. شوفوا لهنا راهو تلم لي، شوفوا تلمت العجينه ميني نحسها شويه مخصوصه ما لانه شوفوا لو كان نحب نشكل ماهيش راح تشكل لي اون بول مليحه. واش ندير؟ نزيد نرشو شويه. شوفوا الكيله ما كنت كملتها له مقبل، ماشي شرط الكيله تتكمل وماشي شرط الكيله تكفينا، يسمى ما ملا ما تكفينيش كيله نقدر نزيد شويه، دونك سا ديبون السميد اللي راكم رايحين تخدموا به. نزيد نرشو هكا شويه، نوجد الغرس ديالي. الغرس اللي هنايا كنت انا عجنته درت له ملعقه تاع مزهر ملعقه هكا تاع زيت عجنته مليح، ما لازمش تعجنوا المزهر جاري في هذا عفوا الغرس جاري في هذا المقروط.
فوالا نزيد نخليه يشرب هذيك شويه تاع ما اللي رشيتها له ما وما زهر ونخليه لهنا. المقروض كي يفوتكم شويه الماء ما تغطيوش بالطرشون، شوفوا واش ديروا له، خلوه هكا يضربوا الهواء راهو رايح يشرب هذاك المزهر الا فاتكم المزهر. بصح انا دو بريفيرونس الواحد يرش شويه يشوف. فوالا نروح ناخذ اتصال وندير الفيس ديالي ايفور. الو الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي؟ الو الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام واش راكي لاباس؟ صافا صافا وانت يا بخير؟ وانت صحتك؟ ماشي نسمع فيك مليح. قلت لك كي مليحه ولا غير لاباس؟ سؤال عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. قولي لي شكون معايا ومنين؟ كريمه من سيبازا. مرحبا كريمه واش راكي؟ يسلمك حنانه وانت راكي مليحه؟ ولا غير لاباس يا اخي سلامات عشت هاد الايام. الحمد لله ولا غير الحمد لله نعمه ربي. الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي كثر خير ربي في جميع الاحوال كثر خير ربي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. حبيت نسقسيك الفوشار ما تواسيش؟ نعم الفوشار 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 مايز ياك؟ ايه كي نواسيه يتحرق لي اختي ناديه. يتحرق لك نصف الاول يخرج ومن بعد التحتاني هذاك يتحرق لي كاع. بالك كي تزيدي له النار؟ لا لا والله ما نكذب من النار يتسمى هو يحب يطيب في نار هادية. نار قليلة هو نقصي له وخليها يطيب في غرده. شكرا صحيتي. يسلمك لا شكرا على واجب. هذا واش عندك سؤال؟ هذا واش راكي مكفية وموفية كما تقولي انتوما الحاجة اللي نحتاجوها المقروض راكي درتيه اليوم. الحمد لله الحمد لله يا ربي. يحفظك ربي يحفظ لك الوالدة تاعك ان شاء الله يا ربي. يسلمك يسلمك يحفظ لك ما تعاين ان شاء الله. يعطيك صحتك ان شاء الله وكاع الشروق ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله صحيتك تعيشي يعطيك الصحة على هذا الاتصال. شكرا حبيبتي. بسلامة شكرا. سلامة. صح. بون لهنايا يعني عجنت الغرس تاعي درت له قرفه درت له شويه زيت شويه مزهر عطرته به ونعاود نعجن. ولازم تحصلوا على هذا القوام ماشي قوام طري بزاف في الغرس لانه يقدر يتحل لكم هذا المقروط لو كان ديروا الغرس طري شويه. فوالا لهنا نجيب ميزان. من فضلك نعيمه تعطيني الميزان. شوفوا العجينه لهنايا نسحق. شوفوا لهنا من قبيل كانت ما شربتش راهي شربت لي هذاك الماء. رفيس تخلوه يفور شويه مليح شغل داك الفوار راهو رايح يزيد يعاونو يتبسس لكم. فوالا شكرا يعطيك الصحه. فوالا رفيس تاعي راهو قريب يطيب نخليه يتحمر تخي تخي بيان ونوري لكم كيفاش نكسرو وكيفاش نرحيه. فوالا لهنا نسحق. شوفوا لهنا نسحق الغرس 180 غرام. دوك نقول لكم علاش انا بالعاني كي وراته لي هذه جارتي حكمت وزنت كلش درت المقادير درت المسطره كتبت لكم كلش في الورقه. هذه الرساله كانت حتسرقها لي شيفا. فوالا لهنا الغرس نسحقه 180 غرام. فوالا هاوليك هاوليك شوفوا معجون ومليح بصح ماشي هذاك الطري اللي يلصق بزاف. جيبوا كيس بلاستيكي. فوالا كيس بلاستيكي ضروري في هذا المقروط لانه تخدموا به بزاف ويعاونكم باش تجيكم الخدمه مقيقيه. فوالا تحبوا ديروا بلاستيك لكن انا درتو بلاستيك ما ساعدنيش ساعدني الكيس البلاستيكي وانتم شوفوا واش يساعدكم في الدار. انا نوريكم الوصفه نوريكم مقادير لي زاسوس اللي نعرفهم اللي تعلمتهم اللي شغل من التجارب ندوهم وانتم في الدار كل وحده كيفاش تسهل الخدمه على روحها. فوالا نحل هذا الغرس ديالي نحلو رقيق بزاف 180 غرام لا قل لا زياده. مع الوقت هي ما توزنش انا برك وزنته لكم باش تعرفوا باش تعرفوا شغل اللي باش يجيكم اكزاكت بوغ اون بروميير. كي توالفوه تولوا تخدموه للناس تولوا هي ما توزنش تحكم السميد تحكم الغرس وتخدم المقروط ديالها. فوالا نحل المقروط ديالي. فوالا هاد الغرس تحاولوا تحلوه رقيق قد ما تقدروا. يعطيكم لهنايا يعطيكم هنا 15 وهنا 26. فوالا فوالا لهنا مازال نزيدو نحلو حتى تحصلوا على طبقه رقيقه. حتقولوا لي رقيقه بزاف لازم تكون طبقه رقيقه بزاف لانه هذا المقروط راهو رايح يجي مرولي دونك
لازم تكون رقيقه باش ما تجينيش طبقه خشينه من الداخل. لا نطلع الرفيز ديالي. شوفوا انا الرفيز دائما ندير له هكا ونحاول ندير له ملعقه تحطب ونخليها. شوفوا غير نتقبوا الفوار راهو رايح يجي ساهل باش يفور لكم تري تري بيان هاد الرفيز. شكرا. لا نجيبوا الرفيز ديالنا انه راهو طاب. شوفوا لهنايا لازم تفيريفيو الى طاب لكم من تحت. شوفوا هذا هي لا كولور اللي تحقوها باش نتحصلوا على رفيس بنين. لازم يجينا محمر شويه لهنايا. معليش هادو زعما احمروا لكم لانه حيتخلطوا من بعد ما راهوش راحوا زعما يجيكم حبيبات شغل محروقين ولا. واش ندير هو نخليه يدفى شويه فقط ونوريكم كيفاش نديرو. هو لازم يتكسر ماشي هكا سخون، يدفى شويه ونوليو له. نستقبلوا اتصال. الو الو مساء الخير ناديه. مساء النور. واش راكي لاباس؟ الو وي ناديا لاباس؟ صافا وانتيا بخير؟ ولا غير لاباس الحمد لله. شفتك مليحه الحمد لله. ولا غير لاباس خصي عليك الخير وانتم لاباس؟ ولا غير لاباس الحمد لله. عايز نشكركم على هذه الحصه يعطيكم الصحه. لا شكرا على واجب. اختي معليش حبيت برك نعطي لك برك دير لنا واحد الغوسات. واش نعطي لك؟ دير لنا واحد الغوسات برك تاع الكغاتا. كغاتا؟ اي كغاتا ماشطو. كغاتا ماشطو ان شاء الله نحاولوا نديروه. يعطيك الصحة راني فرحانة كي راني نهضر معاكم. والله ماني نسمع فيك. قلت لك راني فرحانة كي راني نهضر معاكم. تعيشي صافي بليزي حنا تاني نفرحوا كي اتصلوا بينا. واش راهي سمية إكرام لاباس؟ ولا غير لاباس يسقسي عليك الخير وأنتم بخير؟ ولا غير لاباس الحمد لله. سمية بزاف بزاف على سمية. يوصل. بنتي تموت عليها. يوصل تعيشي ربي يحفظها لك. يسلمك يعيشك. يسلمك شكرا. يعطيك الصحة ربي ينورك ربي يحفظك يا ربي. آمين يحفظ لك ما تسعي. شكرا. يسلمك يعيشك ناديه تعيشي شحال من فرحانه كي نهضر معك. مانيش مؤمنه بلي نهضر معك. تعيشي ربي يجازيك شكرا. يسلمك يعيشك. شحال نحب كي تقولوا لي هكا انا فرحانين والاخر نحس بالفرحه ديالكم. يعيشك مانيش مؤمنه بلي راني نهضر معك. كنت قلت لك ما تامنيش عندي واحد 4 سنين وانا معك طول حكمتكم. شنو حب ما نامنش بلي حكمتكم. الحمد لله هاي كلمة تحبينا قعدتي تنسيستي حتى حكمتينا ربي يحفظك. اي دقيقه كنت ما نتفرجتك سمعتك كي قلتي حكمني الراجل برا وقال لي كيفاش كنت نحكمه. الان نهضر له من هذا المنبر ونقول له بلي ماهيش معليفه. تعيشي. انا مواطنه نورمال واني مانيش مؤمنه كي راني حكمتكم. يعطيك الصحه. ها شتي يعطيك انتم اللي يعطيكم الصحه ويعطيه الصحه اللي رفد عليا. بعثنا لك الطاقه الايجابيه حكمتينا. يعطيك الصحه على هذا الاتصال الرائع. والله من النهار اللي بديتو وانا معيطه هذا وانا حكمتكم. شكرا شكرا. يعطيك الصحه. والله من النهار اللي كان يحيى طبيش وانا معيطه لكم. هاي الحمد لله حكمتينا. والله راني فعلا متابعه وفيه لهذه الحصه ما نكذبش عليك. مرحبا بك. يعطيك الصحة صحيتي وما تنسينيش على الكراتة تعيشي. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يعطيك الصحة ربي يعاونكم. شكرا يعطيك الصحة. سلامة شكرا. هلا الرفيس تاعنا لهنا بعد ما يفور تفويرة مليحة. واش ندير؟ نجيب سكر عادي نرمي له لهنايا. شوفوا ماشي كمية محددة كيما أنا لهنا عندي كمية قليلة حندير لها واحد 3 ملاعق ولا 4. منها يجيكم حلو ومنها هاد السكر تاع القهوة. ما ديروش سكر كلاص لأنه سكر كلاص حيتقله لكم، لكن السكر تاع القهوة معاها سخانة واش حيصرالو؟ راهو رايح يتعسل. سما الرفيس تاعكم يجيكم حلو ويجي معسل يجي بنين. ما ديروش سكر كلاص. أنا واحد الوقت كنت ندير سكر كلاص عطاوني هاد لاسوس تاع هاد السكر العادي. منها يمد لكم الحلاوه منها يتعسل. واش نجيبوا لهنايا؟ نجيبوا المزهر. هلا اللي عنده قلت لكم مزهر مقطر يدير مقطر، اللي عنده العادي كيما اللي نخدموا به نشرو عادي في الاسواق يجيب المزهر عادي. كاين اللي يحب يدير له رشه ما ورد باش يعطي له هذيك الريحه البنينه. هنا درت واحد 4 ملاعق سكر ديجا راهو دابلي. لازم هكا كي يكون سخون ديروا له السكر. نرشوا هكا بالمزهر ونشوف. فوالا ما لازمش ثاني نعجنوا. فوالا ونخلط. شوفوا سخون هنايا يعني زعما راني حابه ندير هكا بيدي قلت نريسكي ونشوف. فوالا لازم ديروا هكا شغل بالفتيل وهو يكون هكاك سخون باش هذاك السكر يتشمخ بهذا المزهر يعطي لكم شغل تعسيله خفيفه لهذا الرفيس ديالكم. مع الاول نديروه بالحليب ومن بعد نديروه بالمزهر. فوالا
لهنايا كنت تحسوه شغل ثقال وتحسوا الحبات تشمخت شغل كنت مخوف الطعام بون هو ما يتشمخش كيما الطعام مي اللي موالفين يديروا طعام راهم رايحين يقدروا يجيريوه وذوقوا ما تخافوش ذوقوا تحسوا الحبه لا طرات الا مازالها يابسه تما تعرفوا تجيريو ريحه المزهر وريحه الرفيس راهي دايره حاله هنايا كي راهو ايفور فوالا نعاونوا هكا غير شويه بيدي هي نورمالمون باليد بالشغل نقدروا نزربعوه باش يجيني مزربع على حبه فوالا نخليه يشرب هذا المزهر ونعاود نفورو التفويره الثانيه لازم يشرب مليح هذا المزهر راني نحس الرفيس تاعي شوفوا راهو ثقال هادو ديزاسوس انا تعلمتهم انه الرفيس شغل مع الوقت تولوا تعرفوا ديرو هو ساهل لكن شغل في التجمار هكا وكي شحال نشربوه انا حين شغل يجينا ديفيكولتي الخطره الاولى الثانيه ومن بعد توالفوا فوالا هاوليك الخليط اللي نسحقوه ها هو او يتلم وماشي معجن راكو تشوفوا فيه راهو مزربع على حبه درت له السكر ورشيته بالمزهر نزيد نخليه يريح ونفورو التفويره الثانيه ومن بعد ديريكتومون نوجدوا له العقده تاعو اللي هي زبده وعسل ولا مارغارين وعسل كل واحد ومقدوره يا دو بريفيرونس زبده مصح اللي ما عندوش يدير مارغارين ويدير نوعيه جيده تقدروا تزيدوا غير ملعقه تاع زبده باش تبنن لكم الحاجه ديالكم نروحوا للغرس هنايا واش درت درت 15 سنتيمتر وطول 26 سنتيمتر شوفوا شحال راهو رقيق نحكم العجينه نحكم واحد 600 غرام لهنايا 180 غرام وهنا 600 غرام انا وزنت لكم باش تعرفوا شحال يجيكم الحربوش شحال راكم رايحين تتحصلوا بوغ اون بروميير حتى تعلموا انا نحب نعاونكم بهاد لي زاستيس الصغار استعملوا المسطره استعملوا الميزان المهم تنجح لكم الحاجه استعملوا الكالكولاتريس المهم الحاجه تنجح لكم فوالا هاي ليك لهنايا عندي شوفوا لهنايا هي قبل ما تخدموا واش دير له دير له انفخازاج هكا قالك باش يدخلوا المقادير في مانيش نعجن اني ندير انفخازاج باش السميد شغل يدخل مع الحبه تاع الفارينه ويجي هذا المقروط قلت لكم ما يجيش مرمل يجي شغل معسل ومن بعد نقسم لكم حبه قدامكم تشوفوه شحال معسل وشحال طري فوالا مانيش نعجن اني ندير انفخازاج هذا نسموه فوالا شغل اني ندخل في المقادير في بعضها بعض فوالا بعد ما درت هذيك الطريقه حاولوا ديروها شحال من مره باش يجيكم المقروط تاعكم مليح 600 غرام 180 غرام نحل العجينه تاعي لهنايا فوالا العجينه نحلها 21 على 30 يسمى كثر من الغرس الغرس 16 على 26 ولهنا العجينه 21 على 30 عجينه ما تكونش رقيقه هاد 600 غرام حلوها 21 سنتيمتر عرض والطول 30 سنتيمتر انا بالعاني قست لكم لانه انا تاني نقدر نخدم عيني ميزاني بصح بوغ اون بروميير حبيتكم ديروه وتتعلموه هاد المقروط يصلح للمشاريع انه نحسو بون هي كي دارته قالت لي فيه التعب والاخر مي انا وقيلا تاع الموالف حسيتو ساهل بارابور المقروط الاخر وكل واحد يعرف الحاجه اللي تجيه سهله تقدروا تخدموه مشاريعكم تقدروا تخدموها وجاي العيد وهذا المقروط يقعد شحال ما يصرالو والو يداين تحطوه في فريجيدار ولا في كونجيلاتور تخدموه تحطوه نهار تسحقوه تجبدوه دونك قلنا 21 على 30 دونك الطول راهو سوا سوا العرض جاتني شويه عريضه نعاود نرجعها للعرض لهنا نسحقوا الطول بارابور العرض فوالا واش ندير لهنا كي تشوفوا ولا نحي هذه صافا شيفا فوالا نحاول نحبط هنا شويه باش من بعد كي نرولي يجيني ساهل ما منا نحبط شويه نجيب هذاك الغرس ديالي غرس كنت درت له جلجلان قرفه مزهر وعجنته بشويه تاع الزيت شوفوا تحال تخلوه هنايا شويه لاباط وهنا شويه وهنا شويه فوالا واش نديرو نحاول ندير هكا شوفوا بتفرتيكم باش الغرس يدخل في العجينه باش من بعد اونسي جامي نكونو نرولي ولا ما يتحلناش الغرس على فوالا هايلك واش نديرو نجيبو الكيس بلاستيكي ونبداو نغلقو عليه ليسونسييل الغرس ما يتطواليش لهنايا فوالا شغل الغرس ما لازمش يتكور لي نروح معاه غير بالعقل نجيبو هنا لعندي نقربو شوفوا الكيس بلاستيكي شحال عاون الخدمه نغلق عليه نقلبو لعندي هذيك الجهه اللي غلقت عليها شوفوا واش ندير لها شغل تحاولوا تخبشوها شغل باش تلصق مع بعضها بعد تروح كاع هذيك الغلقه فوالا
شوفوا راحت كامل هذيك الغلقه تقول ما غلقت عليه. نحاول نسقم هذا الحربوش فوالا، نحاول ندير الطول تاع هذا الحربوش 40 سنتيمتر، مازال لهنا شويه. واش ندير؟ نحي الكيس بلاستيكي ونقعد نعاون فيه بيدي شغل باش نزيد له في الطول فوالا. او ميم طون الغرس راهو يمشي لي. واش ندير؟ نعاون نرد الكيس بلاستيكي ونسقم الحربوش. الحربوش هذايا راهو رايح، الكيس راهو رايح يعاونكم باش ما يجيكمش لاطراس تاع اليد. هاكو تشوفوا كش راني ندير الحربوش روليت عليه واني نسقم فيه بيدي فوالا، حتى نتحصل على حربوش طويل ماشي عريض بزاف، واحد 6 سنتيمتر هنايا والطول 40 سنتيمتر فوالا. هاو الحربوش تاعي واجد هنايا. نجيب الموس، ندير الزيت دابوغ يسخن فوالا، شوفوا راني حنقلي في الكسرونه باش ما نديرش كميه تاع الزيت بزاف باش يتقلى لكم الحبه تاع المقروط بيان فوالا. عباكم مقروط لازم يعوم في الزيت. نروح نفيريفي الرفيس تاعي، شوفوا لهنا شحال راهم زربع، ما تعجن لي ما حتى حاجه، ودا شغل دا حقه تاع المزهر والحليب فوالا. هذاك السكر خلاص راهو داب من هذيك السخانه تاع الرفيس فوالا. بعد ما نشرب لي هكا نعاود نرجعو ايفور تفويره الثانيه. راهو كلش واضح قدامكم، دوك نوريكم برك كيفاش خدمت هاد العجينه. شتوني كيفاش خدمتها؟ دوك نروح نكسرها ونرحيها في الروبو ونغربلها فوالا. اللي ما عندهمش روبو يقدروا يكسروه غير بالعقل، حد يوم الخدمه شويه صعيبه فوالا. يفور تفويرة مليحة، نوجدو له العقدة. العقدة واش فيها؟ فيها زبدة وعسل. المقروط لهنا السميد راهو يسخن لي فوالا. الزيت عفوا تعجبني شيفا كي تبرونشي معايا فوالا. واش ندير لهنايا؟ شوفوا خدمت لكم هذا الشكل، هاوليك شيفا فيه لهنايا واحد ونص وهنايا ستة. دوك شغل كي تقطعو توالفوه. صافا شيفا فوالا، دوك نقطع وتشوفوا. هاوليك هنا واحد ونص وهنا ستة. شوفوا تروحوا هكا المقروط تاعكم تنحوا هاد الكوتي لانه ما راهوش راح يجي فيه الغرس، راكو على بالكم فوالا. ومن بعد واش نديروا؟ ديروا بالورقه. ما حبيتوش ديروا بالورقه قطعوا حبه ومن بعد الباقي يولي يجيكم باين فوالا. وما تروحوش شغل معاه هكا، دوك نفهمكم هنا ما تروحوش هكا. شوفوا كوحو تخسروا له الشكل تاعو، تروحوا معاه غير هكا تعاودوا تقلبوا. شوفوا كيفاش راني ندير، نروح معاه بلا عقل باش تقعد لي الحبه مساويه. هاي ليك الحبه تاع المقروط، شوفوا كيفاش يجيني غولي الغرس فوالا. الحبه شوفوا شابه متحوفه، تحبوها شويه صغيره صغروا شويه من العجينه، لكن هذا المقروط يجي هكا. واش نديرو؟ نحكموا الموس الظهر تاع الموس، نديرو هنا في النص ونديرو هنا في النص. ومن بعد واش ندير؟ نجي هكا ومن بعد نجي نواسي للداخل. شوفوا نحكم الموس ونعبز للداخل، شوفوا فوالا للداخل ماشي للبرا باش يجيني شغل بومبي شباب. بعد ما نقطعهم واش ندير؟ مانيش نقطع، شوفوا لحقت ابان للغرس، نعاود نزين طراسي بيا وحاولوا تزيدوا الطراسي وباش ما يروحلكمش في القليان فوالا. هاي ليك الحبه تاعي تاع المقروط، نزيد حبه قدامكم فوالا. شوفوا تحكموها منا، ديروا لها هكا بالظهر تاع الموس، تزيدوا تقلبوها لعندكم بالظهر تاع الموس، ومن بعد تروحوا تشكلوا الوسط. ومن بعد واش نديروا؟ نروحوا هكا للداخل فوالا فوالا. نقص شويه الزيت، الزيت ما لازمش يكون سخون وما لازمش يكون بارد، مهم انا ما لازمش يكون لي سخون بزاف. نحط نعاود ندير لاطراس باش ما تروحليش في الطياب فوالا. هاوليك الشكل تاع المقروط نورمالمون مفهوم، ما نزيدش نعاود معاكم حبه واحده اخرى. كشتوها الحربوش حكمتو وقطعتو، ما حبيتوش ديروا هاد الورق تعطوه هكا بخط مائل ومن بعد ديروا شغل عينكم ميزانكم هكا وتقطعوا الحبه. هاني درتها بلا البابي جات عيني ميزاني
وتشكلوها كما كنت نوري لكم دوكا. المقروض بعد ما تشكلوه تبداو تقليوه، تحطوا العسل قدامكم يتعسل سخون هذا المقروض. بون انا حنقلي غير حبه قدامكم، بعد نكمل هذه الحبات نحط لهنا. واش ديروا بعد ما تشكلوا الحبه ديالكم؟ بون معليش نورمالمون تجيبوا كوبات وتبداو تسقموا لها شغل، ينوضوا لها شغل هكا تتحرفش كي نكونوا نقسموا فيها. تسقموا لها الغرس وتسقموا الحبه ديالكم تخي تخي بيان. بعد ما تكملوهم كامل تبداو تقليو فيهم. فوالا نشوف الزيت تاعي لا سخن. الزيت دائما تيستيوه بشويه تاع عجينه. فوالا هذه نخبوها من بعد تزيدوا تخدموا بها. انا درت كميه قليله باش نوريه لكم لانه خدمت ديجا، نتوما لا حبيتوا تجربوه ثاني جربوا بكميه قليله. هذه الجفنه نسحقها. واش ندير؟ دائما هكا اون بتيت بول تاع سميد عفوا تاع عجينه تيستيو الزيت بها. هنا راه يبان لي الزيت مازال ما سخنش. ثاني هاد لابول تقدروا تيستيو بها ليتحل لكم المقروط ولا لا. نورمالمون الطريقه اللي عطيتها لكم الصحيحه، الا تبعتوني سميد خشين ومقبب عمرتوه مقبب ودرتوه الفارينه كما قلت لكم وبسستوه وخليتوه بات، ما راهوش رايح يتحل لكم. فوالا نجيبوا لهنا اون كاسرول نخدموا العقده تاع الرفيس. العقده تاع الرفيس واش فيها؟ فيها مارغارين ولا زبده. فوالا المقروطه كنت تشوفوا فيها على الشاشه. فوالا ندير لهنايا بون العقده. نتوما سا دي بون لا كونتيتي تاع الرفيس اللي عندكم. ديروا مثلا هكا زوج مارغارين وتزيدوا العسل. العسل يكون اكثر من مارغارين. كاين اللي يحب يذوب المارغارين ومن بعد يزيد لها العسل، انا ندير كلش على فوا ندوبهم ونشرب بهم الرفيس ديالي. لهنا العقده ديروا حتى يتشرب لكم، تحسوا حلو وتشرب، لكن ماشي يتشرب هذاك اللي يتعجن لكم. ندوبها لهنايا. بون الزيت تاعي راهو سخون، درت هذيك لابول نحيها. شوفوا هاي اللي ما تحلت ما حتى حاجه. استنى نعاون نشعل عليه. عفوا بون معليش نعاود نرجعو هنايا وانا ندوب في هدايا. لهنا ندوبهم ماشي حتى يغلي لي غير يدوبوا. شوفوا الرفيس تاعي راهو يفور، الزيت لهنايا راهو سخون. نحط الحبه تاع المقروط فيه. فوالا شوفوا الحبه تاع المقروط لازم تتغطى بالزيت، والمقروط ما لازمش يكون زيت سخون، نار معتدله. لا شتو سخون بزاف نقصوا شويه النار، لكن ماشي حتى يعاود يبرد لكم الزيت ديالكم. نجيب العسل ديالي باش غير طيب الحبه تاع المقروط، نعاود نرجعها في العسل. لازم يتشرب وهو سخون. فوالا ندوب هذا العسل والمارغارين باش نشرب الرفيس ديالي. فوالا الرفيس شوفوا راهو يفور لهنا وطلع له الفوار. المقروطه كي تشوفوا هاي الحبه راهي طيب معانا ما تحلت ما حتى حاجه، هاي مخصوصه شويه الزيت، لكن قد ما يكون فيها الزيت بزاف قد ما مليح للمقروط. شوفوا لهنا ندوب في العسل والمارغارين ولا زبده، كل واحد ومقدوره. انا دائما ندير زبده ومارغارين، اللي يحب ليه يدير زبده. كاين ناس اللي تحب تبيعوا ديروا بالمارغارين يولي ليكم. حاولوا ديروا مارغارين ماني لانه فيها ريحه بنينه. هاوليك الخليط تاع الرفيس تخلوه يكمل يفور ونشربوه. لهنايا الحبه تاع المقروط الا كان الزيت ماشي كافي تقدروا تقلبوها. شوفوا الحبه تاع المقروط تاعي ما تحلت ما والو، نقلبوها ونخلوها تطيب. جربوها هاد الوصفه بزاف بنين هاد المقروط ويجي مرمل شغل هكا معسل ما تفهموش، والحبه لاصقه في بعضها بعد ما تاكلوه هو يدوب. لهنا دو بريفيرونس ما نقلبوش، عمروا له مليح الزيت وخلوه يطيب فيه. بون نغفلش عليها، نديرها هنا في النار القليله ونعاود نرجعها تعسل. نروح نوري لكم الرفيس برك كيفاش نكسره. نجيب الرفيس ديالي فوالا ونفتوه هكا نورمال. زمان كانوا يفتوه هكا ولا يجيبوا مهرز ويبداو يفتوه به. الا عندكم لي كوتي تحرقوا بزاف تقدروا تنحيوهم. فوالا شوفوا كي يكون سخون هكا وحدكم راح تقدروا تخدموه. فوالا شوفوا انا عندي ليكراس بوري وانا راهو هاوليك ليكراس بوري تقدروا تكرازيو به. فوالا بصح دوكا كاين تاويل شغل روبو نتوما رحيتوه، لا ما عندكمش تقدروا تفتوه غير هكا. نزيد نفتت معاكم شويه، نروح ما نغفلش على الحبه تاع المقروط ديالي.
مقروط ما تغفلوش عليه، لازمش يحمر بزاف. بون هذا المقروط يجي شويه حمامر كما اللي كنا نشوفه زمان عند التونسي، ماشي كيما المقروط تاع المقلاة هذاك العادي يجي مذهب، لكن هذا يجي شويه حمامر. انا لهنا ليسونسييل جزائري، هم يقولوا لي منين نقول لهم جزائري. هلا هذا والله ما بالي، هذا جارتي دارته لي قالت لي علميه لهم خليهم يسترزقوا به خليهم يعيدوا به، ندعو لها كامل بالخير ربي يرزقها ان شاء الله الدريه الصالحه يا رب. هلا بعد ما يطيب المقروط ديالي شوفوا الحبه ما تحلت لي ما والو، راني راح نحطها في العسل. ها هي كنت شفتوها ما تحلتش، ما تقولوش ما قلتش المقروط قدامنا وتحلت. ها وليك شوفوا الغرس قعد هو هو، نحطها هكا في العسل نخليها تشرب، تكملوا تقلوا البقيه تاع المقروط ديالكم بنفس الطريقه. بيان سور ماكوش راحين تقليو حبه فقط، لهنا تكملوا تهرسوا الرفيس ديالكم. انا كي تكون كميه قليله غير هكا بيدي وبهاد لي كراس بوغي نكرازيه، ما نسحقش زعما شغل روبو ولا، بصح اللي يخدم كميات كبيره لازم يخدموه بالروبو. كي تكونوا هكا تغربلوا تكسروا فيه هاكو راح تشموا واحد الريحه رائعه. قلت لكم الرفيس انا نحبو يجي هكا حمامر، راهو رايح يجيكم بنين احسن من كي يطيب صفر. شوفوا راني غير بيدي كي راهو سخون تقدروا تكسروه. فوالا واش نديروا، تجيبوا غربال، فوالا غربال تاع الزرع يسموه ولا ما نعرفش اسماواتهم، الخراج العفسه هكايا، مي هذايا نعرفوا لانه نخدم به بزاف. واش نديروا، هذا هي نورمالمون نرحيه في الروبو، انا حبيت نستخسر نربح الوقت، انتوما حكموا واش درتوا، كسروه بيديكم ورحوه في الروبو وغربلوه. فوالا فوالا وتغربلوا. ها شوفوا كي تغربلوا راهو يحبط هذاك الرقيق، جوبونس راهو يبان لكم ولا ندنا. فوالا ها هو، شوفوا تقعدوا تغربلوا حتى يحبط كامل هذاك الرقيق، لو كان ترحوه في الروبو راهو رايح يحبط لكم فاسيلمون احسن ما انا كسرته. تحكموا الغوبو تاعكم عادي وترحيوه، ما ترحوش هكا كبير، كسروه هكا بيديكم، عاونوه بليك خاص بيغي ومن بعد ارحوه. فوالا شوفوا واش يقعد لكم، هذا اللي خشين يقعد لكم من الفوق، جيبوا الغوبو وتزيدوا ترحيوه وتزيدوا تغربلوه، شوفوا الخليط اللي رانا حين تحصلوا عليه. هاوليك فوالا، هذا هو الرفيس، هذا هو اللي شمخناه مقبل بالحليب ومن بعد بالمزهر. فوالا نروح للرفيس تاعي نشوف ايه لافار. تقدروا تخدموا هكا تخدموا كونتيتي تحطوه في دي ساشي وديروه دون اون بواط باش ما تعطيش فيها ريحه الكونجيلاتور، وبعد تجبدوه اشاك فوا تشمخوه وتفوروه وتاكلوه. فوالا الرفيس اللي هنا تاعي راهو فاير، نطفي النار، العقده تاعي راهي واجده. الرفيس يحب الجوز، تحبوا ديروا له كاوكاو جو سي با يولي ليكم، لكن هي الوصفه الاصليه تندير بالجوز. كاين اللي يحب ما يديرلوش كامل، كاين اللي يحب سا ديبون، دونك تولي مقادير، حنا نعطوكم الوصفه وانتم واش عندكم في الدار تقدروا ديروه. فوالا هاي ليك العقده ديالي، واش ندير، نحاول نخرج له شويه بك الهواء، تخرجلو بك شويه سخانه ونشربو بهاد العقده ونديرلو كميه تاع جوز. انا رفيس نحبو تزيين تقليدي، شغل نديرو هكا فيس طبيسي ولا نديرلو السكر، نحبو تزينوه بالورد، هو يتزين بالسكر وبالحبه تاع الجوز، وانتوما يولي ليكم. كاين دوكا ميزيدولو عفايس، انا زدتلو غير الورد ونديرولو فوالا راهو تشوفو فيه، خصو حنا السكر مازال ما درنالوش دوك، ومن بعد في الفاصل نديرلو السكر، زينتو غير بشويه ورد وشويه تاع الجوز. شوفوا يخرج له بك شويه هذيك السخانه الاولى، ومن بعد نديروا له الجوز ونديروا له العقده ديالنا. شوفوا لهنا كنت تشوفوا فيه راهو مزربع ما راهوش معجن، ها هو فار على حبه، ندير له العقده ديالي فوالا، وديروا له كميه تاع الجوز اللي تحبوا، كاين يدير بزاف الجوز كاين يدير شويه، دونك تولي ليكم هنايا. شوفوا هذيك العقده نحاول نشربوا غير بالعقل واني نخلط، تروحوا وتولوا عليه تلقاوه شرب، تقدروا تزيدوا له عقده، كاين اللي يحبوا مشرب بزاف، كاين اللي يحبوا كيما حنا نقولوا مطمن شغل تشمخوه بيان، تسمى يجي شارب مي ماشي معجن، شارب العقده بصح على حبه ماشي كيما نقولوا شغل هكا، هو مازمش يجي هكا.
لازم كي نشربوا ومن بعد هكا يتزرب علي. دوك انا غير يشرب هذه العقده ديالي راهو رايح يتزرب علي ديجا. شوفوا وشربها راهو مزربع ماشي معجن. العقده لهنا قلت لكم كل واحد كيفاش يحب، كاين اللي يحب بزاف العقده، كاين اللي يحب شويه، تولي ليكم لهنا. ومن بعد تقدروا تزيدوا له ولا تحطوا قدامكم هكا العقده كي تمدوه للضياف. هذا الرفيس قسم طيني يتمد في الفطور مع اللبن، كانوا يديروه في فطور العروسه، دوكا يديروه في كاع المناسبات. وبعد نوري لكم واحد التقديم راهو يديروه، يمدوه بزاف في المناسبات. فوالا هنا انا حنحبس العقده ونحاول نحلوها هكا بيدي. شوفوا باليد راكم راحين تعرفوا اسكو تزيدوا العقده ولا لا. لا لهنا ويبان لي راهو شارب تخي تخي بيان العقده. شوفوا راهو مزربع راهو سخون، ما قدرتش نوري لكم بلي راهو مزربع بصح راكم تشوفوا لهنا بامي عينيكم. عم يحوزوا فيا ليكيب هم يقولوا لي حان وقت الفاصل. يعطيكم الصحة، نتلاقاو في طاولة التقديم بعد هذا الفاصل. سلام. ولينا لكم بعد هذا الفاصل بهذه الطاوله الراقيه. صح انا درتها حوح ويسكن روحو بصح طاوله راقيه بالحلويات والاطباق الجزائريه الراقيه. فوالا الرفيس كنت حضرته قدامكم بجميع تفاصيله، ان شاء الله ما نكون نسيت حتى حاجه. هو ساهل برك مع لابخاتيك تولو تواسيوه. قلت لكم يتزين شويه بالجوز، تحبوا تزيدوا له شوفوا هو جوز وسكر ويديروا له شويه زبده. انا الزبده درتها بلا دوي هكا ويكون سخون باش هذيك الزبده تذوب عليه ويتكل مع اللبن. لازم بريسيزي ويتكل مع اللبن. انا زدت له هذا التزيين فقط تاع الورد لانه حاجه توندونس ويكاسي لنا شويه لا كولور. شوفوا انا الرفيس نحبه مقدم تقليدي ما نحبوش هكا، بصح درت لكم هكا لمسه عصريه. درت حكمت اون بورت بياس، درت شويه رفيس، درت الوسط جوز، ومن بعد زدت اون كوش تاع رفيس وزينته بالسكر وشويه بالزبده والحبات على الجوز الثاني يتقدم مع اللبن. المقروط راهو قدامكم شفتوه كيفاش خدمتو بجميع مراحله. فوالا هاوليك نوري لكم ابوبخي كيفاش يجي معسل. شوفوا كيفاش يجي الطري، شوفوا كيفاش معسل حتى للقلب ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه ان شاء الله تنجح لكم. الرفيس لهنا كنت قلت لكم راهم يقدموه تقديمات شغل عصريه، راهم يديروهم هكا في لي بواط كي تحبوا مثلا تكون كونتيتي ولا اون سال ماكش حد تحطوا هكايا، يديروا هكا تقديم يحطوا معاه العلبه تاع العسل، يحطوا معاه هذه العلب تاع اللبن اللي راهم تخي توندونس. فوالا حطوا معاه هذه العلبه تاع اللبن. تسمى كل واحد تعطوا له القريعه تاع اللبن تاعو مع البيطه تاع الرفيس تاعو، يحب ياكلها يحب يديها للدار. مع انه انا كونتخا انا نحب الرفيس يتخل يتكل هكاك سخون. كاين الاعواد، عفوا كاين الاعواد تاع السكر اللي ما كفانيش الوقت باش ندير لكم، بصح لكت بربي ان شاء الله غدوه راني راح نديرهم لكم. هادو الاعواد تاع السكر يديروهم للشاي اوليو ديروا زعما السكر والملعقه والاخر، تمدوهم هكا في الطاولات في المناسبات. فوالا وتفرغوا لاتاي تاعكم، بعد هما راهم رايحين يحليو لكم لاتاي تاعكم. تسمى ما يشقاو تحطوا لهم السكريه، ما يشقاو تحطوا لهم الملعقه. فوالا هادو هما ان شاء الله ندير معاكم هذه الوصفه. هم يقولوا لي الوقت خلاص، يعطيكم الصحه نتلاقاو غدوه ان شاء الله. يعطيكم الصحه كامل ليكيب. سلام.